طيب هلا بدنا نشرح النورمال كويجن. النورمال كويجن بدل ما نستخدم اذا بدناش نستخدم طبعا جريديان ديست او نستخدم الجوريثمز. نورمال كويجن سهل. فايتس انذر واي، يعني هاي طريقه ثانيه تو نيوميريكلي بطريقه يعني معادلات يوزنج لينير الجبرا ان نعمل استيميشن او نحسب الثيتاز. نتذكر انه عندنا كان مثال في اربع متغيرات x1 x2 x3 x4 وبدنا نعمل بريدكشن لواي. يعني باختصار هاي عندنا ماتريكس اللي هم الانبوت وهاي ماتريكس الاوتبوت. هاي الانبوت وهاي ماتريكس الاوتبوت. فأنا بسيطة هلأ إذا بأخذ هلأ الجدول اللي كله بسميه training data بحوله لهذول التو matrices اللي هم matrix أو مصفوفة الـ input features ومصفوفة الـ output features. هاي شايفين نفس الاشي 2104 5 1 45 هاي وهاي هون 406 تحول مليح. هل ضفنا نضيف واحد هون واحد اللي هو عمليا ليش واحد؟ لانه هذا هو ثيتا اكس 0. يعني تخيلوا هون انه عندك هون فيتشر اسمها اكس 0 وقيمتهن 1 1 1 1 1. هاي بس نورماليزيشن بس يعني ما مفيش شيء. فصار عندي هاي المعادلة لهاي الوحدات اللي ضفتها وهي واي تاعت الاوتبوت. ممتاز. بدي اطبق عليها هاي المعادلة. الاوتبوت لهاي المعادلة شو هو؟ مصفوفة. المصفوفة شو في بكلبها؟ ثيتاز. وخلصنا. إذا لاحظوا اكس هي عباره عن ماتريكس وهاي اكس وهاي واي ماتريكس. هاي هذول اكس ماتريكس الانبوت واي ماتريكس الاوتبوت. حطيتهم بمعادله طلع لي مصفوفه جديده. مصفوفه هاي مصفوفه ثيتا عباره عن مصفوفه. هاي المصفوفه ثيتا فيها اللي هم قيم ثيتاز بس. طيب شو هي المعادله هاي؟ بيقول انه اكس ترانسبوز تبع اكس. شايفين هاي ترانسبوز. شو يعني ترانسبوز؟ اللي بيعرف ايش المفروض يراجع لينا الالجبرا او يراجع اللي انا في عندي الجزء الثاني من هاي المحاضره اخذناها الفصل اللي فات نعمل صفوف اعمل بالضبط للي بيعرف ايش انا بقول. في عندنا الجزء الثاني من المحاضره بشرح شو ترانسبوز. اذا الترانسبوز تبع اكس ضرب X أو ضرب. هذا مش ضرب عادي، هذا ضرب بين مصفوفتين. إذا طلع عندي مضروب ترانسبوز X في X. بعدين بعمل له إنفيرس أو يعني في إن شيء اسمه إنفيرس لهاي المصفوفة. ضرب إيش؟ الترانسبوز تبع X. هذول اللي بيطلعين مضروبهم في ايش؟ في واي اللي هي مصفوفة الاوتبوت بس. هلا باوكتيف، اوكتيف لغة البرمجي. احنا مش لغة برمجي، الار على فكرة مش لغة برمجي. انتبهوا الار مش لغة برمجي، لا مش زي الجافا والسي والبايثون وهذول، لا 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 لا. الار والاوكتيف هذول scripting languages للاحسن. هلا باللغه الماتلاب بناخذها شويه. لغه الماتلاب اسمها اوكتيف مش ار، في ار وفي اوكتيف. بقول له البي انفرس، الانفرس تبع هذول، الانفرس تبع فاهم دكتور هاي مش لا مش فاهم شو بتحكي. هاي المعادله لا المعادله تمام ما فيش فيها مشكله. المشكلة في عن الماتلاب وعن الماتلاب
ماتلاب وعن الار ايش يعني انهم مش لغات برمجه؟ بجي لها شوي بجي خليها. طيب هاي عندي انا المعادله حولتها لايش او كتبتها بلغه تسميها بلغه اللي اي انفذها بلغه الاوكتيف بغض النظر هلا الاوكتيف لغه برمجه ولا مش لغه برمجه. المهم كتبتها بلغه عشان اقدر بس اكبس انتر انفذها. شو قلت له؟ قلت له اكس ترانسبوز بتنكتب هيك يعني اكس هاي ترانسبوز هيك بنكتب بالاشاره هاي ضرب اكس والانفرس هاي نرمز لها ب بي ان بي ان بي ان يعني انفرس ضرب ترانسبوز تبع اكس ضرب واي والاوتبوت هذا هو بيطلع تطلع جاهزه انجاز التعبير. هلا خلينا بس ناخذ مقارنه بين النورمال اكويجن اللي هالكت سهلي وبين الجريديان ديسنت الجوريثم. استخدم هاي ولا هاي؟ هون في عنا ليرنينج يعني احنا بدنا نستخدم الليرنينج ريت اللي هي الفا عشان اقول له والله اعمل كونفيرجنس بعد مثلا 2 مليون مره ولا 5 ملايين مره ولا الى اخره. هون ما فيش شيء الفا اصلا ما بتلزمناش نعمل ريت فبدناش نعمل إتيريشنز فيش إتيريشنز فهون بده إتيريشنز. هلا هون انتبهوا لازم نعمل كومبيوت لمين؟ لازم نحسب الترانسبوز تبع إكس ضرب إكس وهاي الترانسبوز هاي اللي هي ترانسبوز هاي ترانسبوز إكس ضرب إكس هاي مش بس هاي فيري إكسبوننشال هاي المشكله ضرب عمليه ضرب المصفوفتين هذول فيري اكسبوننشال بنسميها ايش يعني الكوست انت تعيب مش حتى انت تربيع انت تعيب. طيب هلا هذا بيشتغل في شيء اي مشكله اذا كانت الداتا كثير كبيره ما عندوش مشكله. هلا هذا اذا داتا كبيره طلعوا الام عن انت تعيب بصير ايش سيء جد للغاية يعني لابتوبك بحمى وسيء بدك تهف عليه. هذا اللابتوب طبعا احنا نحكيه على مشاكل صغيرة لو عندنا مشاكل كبيرة بصير بدنا سوبر كمبيوترز فهذا ما بزبطش للأشياء اللي زي. فبعدين هذا فيه كمان مشكلة ثانية مش بس انه اذا الداتا كل ما كبرت الداتا بصير اكسبوننشالي أبطأ لا في كمان مشكلة إنه في بعض مش كل ماتريكس إلها إنفرس نجيها هاي بس مش كل ماتريكس إلها إنفرس يعني معناته في بعض الحالات بقدرش استخدم النورمال إكويجن طبعا. طيب هلا نكبر الأول بسموها ريكومنديشن إن فروم براكتس يعني use the normal equation if the number of features is less than 1000. طبعا هاي يعني اذا number of features يعني variables متغيرات من x1 ل x1000 هيك it's okay انك تستخدم النورمال equation بس ما هو حسب برضو عدد الobservations او التريننج examples تستخدم يعني اذا بطيء روح استخدم الgradient descent algorithm. هاي هي نورمال كويجن اللي شرحنا.